خريطة ثانية. صحة جليبتكم، صحة جليبتكم كل نهار أربعة من العشرة نص الليل على الحياة فان. صحة جليبتكم. اللهم املأها علما وفقها وعمرها بالمطيعين لك والعابدين، واجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بك، وأعزها بالإسلام وأمنها من جبابرة الأرض. اللهم حببها لساكنها وأتها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم لا تطفي لها نارا ولا تهتك لها حريمة. هكذا دعا عقبة وهو يشيد مدينة القيروان. مستمعي تاج الصحة إذاعة الحياة FM، تحية طيبة وصحة شربتكم، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. برنامج صحة شربتكم برنامج سهرية كل نهار أربعة، نرافقوكم من العشرة نص الليل طيلة هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. نحكيه على بلادنا، نحكيه على آثارها، على علمائها، على معالمها، نحكيه على مشايخها، حديث نقاوموا به النسيان، حديث الذاكرة والحنين، وحديث الحاضر زادة وواقع القيروان. كل هذا وأكثر نتناقش فيه إن شاء الله مع جملة من الضيوف الأعزاء. وخليني نستشهد باللي قاله سي الشاعر شاعرنا خالد العلاني عندما يقول: عودة للنبش ما بين الرفات ونداء لغد لابد آت. هذه حصتنا. نبدأ بتقديم ضيوفي الكرام، سي خالد العلاني المربي الفاضل وشاعر القيروان. مرحبا سي خالد وصحة شريبتك. مرحبا بك وصحة شريبتك وشريبة المستمعين. عايشك. ثم معايا كذلك شرفني بالحضور سي مصطفى الفاسي، محب وعاشق الفنون والآداب. صحة شريبتك سي مصطفى. صحة شريبتك سي معز. صحة شريبتك بالكل مستمعي الحياة فان. صحة شريبتك سي خالد. صحة شريبتك سي طارق. صحة شريبتك الله فيك. عايشك. وأخيرا سي طارق العلاني، محب القيروان وتراث القيروان وتاريخ القيروان. صحة شريبتك سي طارق. صحة شريبتكم وكل عام وأنتم بخير، ونحيي كل مستمعي إذاعة حياة FM. بارك الله فيكم ونعود نرحب فيكم. وقبل هذا نبدأ مع حمادة هلال بالصلاة على النبي، نبدأ ليالينا. رأوا كنا بصدد الحديث عن تاريخية المعلم، معلم الفسقية. هذاك التاريخ ما لابد زاد باش نعرجه على واقعها وعلى الرؤية المستقبلية. وفي آخر زيارة لوزيرة الثقافة يوم 7 مارس تقول معناتها بعد ما خدمت زيارتها إن من أولويات التدخل في هذا المعلم التاريخي صيانة بعض الأجزاء المتداعية في برك الأغالبة إلى جانب تعشيب محيط البرك، مشيرة إلى أن الهدف هو أن تكون فسقية الأغالبة حديقة بيئية ومسلكا صحيا لأهالي القيروان وقبل للسياح والتونسيين من مختلف الجهات. حول هذا الموضوع حاورنا خبير بيئي وأستاذ وناشط في المجتمع المدني سي عامر الجريدي، وكان معاه هذا الحوار. سي عامر صحة شريبتك ورمضانك مبروك. صحة شريبتكم وتحية المستمعي إذاعة الحياة FM ولكل القيروان. سي عامر، في زيارتها الأخرانية لولاية القروان صرحت السيدة وزير الثقافة بأنه ثمانية تتجه نحو تحويل الفسقية إلى مسلك صحي ومشروع بيئي. قبل كل شيء سي عامر نحب نعرف ما معنى مشروع بيئي. لما نقول مشروع بيئي نقول دونك البعد اجتماعي، يكون مشروع اجتماعي فيه ثقافة، فيه الترفيه، فيه التراث. ونقول هنا قيروان الأمجد وقيروان العزة، ومعناها وإحنا عايشين على الماضي، نقول الماضي ذاك نجسموه، لأنه يعني في الإنجليزية عندهم الميرشندايزينغ، كيفاش أنت عندك خصلة أو سيمة تاريخية أو جمعية رياضية ناجحة، معناها تولي الصورة متاعها تولي تبيعها، تولي معناها تدخل الأموال. ثم يكون اجتماعي، لما نقول اجتماعي نقول ثقافة، نقول ترفيه، نقول تراث. ما الجانب الاقتصادي يكون ثم استثمار في الفسقية أو استثمارات، يكون ثم بالتالي تشغيل، دونك يكون ثم خلق الثورة، يكون ثم دولاب اقتصادي، دولاب مالي يدور. ثم الجانب البيئي أنه يكون فضاء نظيف نجسمه، يعني سلامة البيئة من خلال صيانة المعلم هذاك وصيانة الفضاء ككل، من خلال وجود الماء النقي في الفسقية نفسها، يكون ثم
معناها منظومه نتاع تصفيه تاع ديكونتاسيون فيلتراج، ثم يكون بالطبيعه ثم مساحات خضراء وفق تهيئه جميله، وبالتالي يكون مشروع جالب للاهتمام جالب للاستثمار لا فقط للفسقية بحد ذاتها بل للمدينه ولما لا للولايه ككل. بي نحب نعرف رايك سي عامر، تصورك انت حول المشروع. الرأي عندي هو أنه نحن في القيروان يجب أن نرى الفسقية مستقبلا كقطب، قطب الفسقية قطب بيئي. كي نقوله قطب بيئي يعني في نفس الوقت هو مركب تراثي وترفيهي وسياحي. فسقية لاند كما ديسني لاند، علاش لا؟ معناها الحلم مشروع، والحلم إذا كان الإرادة كانت متوفرة على مدى السنوات يمكن يتحقق بالطبيعة بالجدية وبالتكاتف وبالتخطيط الاستراتيجي وبالاستشراف. بهكا تكون بنظرة كبيرة مشروع كما هكا قطب الفسقية تكون متنفس داخلي، متنفس ثقافي، متنفس بيئي، متنفس تربوي، متنفس ترفيهي، متنفس اقتصادي باعتبار ثم متاجر ثم تجارة ثم استثمارات معناها باش تكون موجودة من طرف الخواص وفق بطبيعة كراسات شروط، ثم يكون مزار سياحة داخلية. ناخذ مثال توزر مثلا ودار شريط والمتحف اللي تعمل معناه اصبح يزوروه، اصبح قبله مزار، تكون قبله سياحه خارجيه كذلك. معلم تزيد تظهر تزيد تبرز الى جانب المعالم الاخرى، الجامع الاعظم، بروته، بير بروته، مقام سيدي السيد، ثم يكون فضاء بيئي تكون فيه أنشطة تربيبية، تكون في فضاء للجمعيات، وكل هذا يساهم في التعريف بالقيروان برؤية أهل القيروان، جلب الاستثمار، التشجيع على التعاون اللامركزي اللي يختزل هذا في كلمة مصطلح كنا نظمنا ندوة حولها بمناسبة المورد الفارق في القيروان، المنظمة التونسية للتربية والأسرة، جمعية شباب وأطفال للتنشيط والثقافة الرقمية، وجمعية المولد نفسها، جمعية صيانة المدينة، حول التسويق الترابي، كيف أن المولد النووي الشريف يمكن الاحتفال به، يكون معناها عملية متاع تسويق ترابي لا فقط داخل الجمهورية بل حتى في الخارج، لما لا مهرجان دولي، مهرجان المولد يكون ثم مهرجان دولي في إطار القطب الفسقية، كذلك تكون ثم مهرجان دولي مهرجان الفسقية نعطيه عنوان كما كان مهرجان ربيع الفنون الدولي في بداياته. بالأخص معناها كل المشاريع والأفكار من نوع هذايا تعطي صورة إيجابية للخارج، ومعناها وتشجع مستثمرين باش يجيوا ويستثمروا ويقيموا المشاريع الاقتصادية التجارية الصناعية وحتى السياحية وغير الثقافية في القيروان. دونك هنا ملخص القول انه في النقطه هذه هو انه صوره المدن، صوره الجهات، صوره البلدان ترشح من نظره اهلها الى نفسها والى مستقبلها ومن المشاريع والافكار التي يرسونها والتي يبنونها، لأن الفكرة والمشروع هو فكرة، والفكرة تهندس تبنى ثم تأخذ شكل قانوني ثم تأكل شكل اتصالي، يعني في كل مرحلة ثم هندسة جماعية تتطلب من التكاتف ومن التضامن ومن تجديد الكفاءات وتمكين الكفاءات والقيادات من العمل. معناها هذه ضرورة حتمية، معناها هذا شرط. وهكا بالفكرة هذه كنقولوا قطب الفسقية قطب بيئي باش يكون مشروع التنمية المستدامة. شنو هي التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة هي الحل لحماية البيئة بصفة عامة. التنمية لأنه قبل كنا نحكي إلى غاية التسعينات التنمية الاشتراكية والتنمية الرأسمالية، اليوم العالم ولا بدرجات متفاوتة بطرق مختلفة معناها رأسمالي. فجاء على مستوى الأمم المتحدة وبدفع من النضال الجمعيات البيئي في خصوصا في الغرب، في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا، قال إلى أن الأمم المتحدة تدعو إلى
تنمية مستدامة، ليست لا فقط تنمية اجتماعية واقتصادية بل تنمية ذات ثلاثة أبعاد: البعد الاجتماعي طبعا، البعد البيئي، البعد الاقتصادي، والبعد البيئي بالتوازي. يعني ثلاثة أبعاد لما نفكروا في التنمية، لما نفكروا في أي مشروع، لما نفكروا في المناهج التربوية والتعليمية، نفكر معناها بالطريقة هذه. يعني يدخل البعد البيئي كنظرة شاملة، بمعنى أنه كل ما نعملوه لا يضر بالبيئة. به سي عامر، حسب رأيك شنية المؤسسات اللي في القروان اللي نجم نعملوا عليها باش تقدم الدعم لهالمشروع هذا؟ نقول في القيروان عندنا جمعيات، عندنا مجلس القيروان للقيادة والاستشراف اللي معناها مجموعة من الجمعيات والقيادات في القيروان وخارج القيروان، أرسيناه ومعناها فضاء جامع، معناها بدون خلفية إيديولوجية، الخلفية فقط إيديولوجيا القيروان وحب القيروان اللي جزء من تونس، واللي نحن كملك تونسي مشترك القيروان كما قرطاج، أهل القيروان هم المؤتمنين عليه. ولما تكون القيروان في الحالة اللي هي عليها، معناها خارج القيروان الناس يقولوا معناها رجال القيروان، نساء القيروان، شباب القيروان، شيوخها، أهلها، ما هماش يعطين قيمة لها المدينة المعلم اللي هي ملك معنوي، ملك تراثي، ملك حضاري لتونس وأكثر من تونس. دونك إن شاء الله نتوصل إلى أحداث ميكانيزم، معناها آلية، اللي هي موجودة نلتف حول مجلس القيروان القيادة والاستشراف، وإن شاء الله معنا في الإطار ذاك مع كرسي القيروان اللي هو للتراث والاستشراف والتنمية المستدامة، اللي هو الأداة اللي على طريقها يقع جمع أهل الفكر من الشباب ومن الشيوخ ومن الجامعيين. كلمة الختام سي عامر، وإن شاء الله مستقبل قيروان خير، ورمضان مبارك على الجميع إن شاء الله، ويعطيكم الصحة، وشكرا على حسن الإصغاء. مشكور سي عامر اللي مدنا بهذا الحوار، فهمتني، الرقبة من النقطة اللي المحور متاع الحديث متاعه هي أنه خلق من الفسقية خلق قطب تجاري، أو أنه يتحول إلى موطن لخلق الثروة، مع احترام الجانب البيئي اللي هو خذاه بعد عالمي، معناته مازال في تطور القدام، ومازال تفهم جمعيات ومنظمات اللي هي تعمل على ترسيخ هذا المفهوم كيف ما جاء معناته في الكلام بتاع وزارة الثقافة. على فكرة انه فما جانب معناته مالي مرصود هو الجامع الكبير والفسقية، ان شاء الله معناته حسب كلام الوزيرة انه قريبا سيقع صرف القسط الاول، وفي مناسبة ان شاء الله نستدعاه مندوب شؤون ثقافية يوضح لنا المسألة وين وصلت. سي طارق، ما رأيك في اللي قاله سي عامر حول الرؤية المستقبلية؟ لأن نحن كختمنا الحديث على تاريخية الفسقية، عنا نظرة مستقبلية أو نحب نربط الماضي بالحاضر. بالطبيعة يا حبذا، هو والله كلمة حق نقولها، هو العديد من المستثمرين أرادوا أن يستثمروا في الفسقية، لكن لقاوا صد كبير من السلطة، الله أعلم شين حكاية من جملتهم يقولوا اللي هي متشعب المسألة، متداخلة بين جميع مجموعة من الإدارات، ما هي ما فهمش تنسيق بيناتهم، هذيك المشكل. من جملتها لا يرحمه سي عبد الحميد الخشين حب يعمل مشروع معناه متكامل، إلا أنه لقى رفض، ولقى فما مشكلة في التنسيق بين الإدارات، من البلدية للتراث للسياحة، من عشنوة مشكلة كبيرة. إن شاء الله تتفضل حكاية هذه، وإن شاء الله الفسقية تأخذ حظها، على خاطر معلم أثري معناها الوحيد في العالم. أنا في فكر الحجم هذاك وفكر المنظر هذاك، شفت أنا في مراكش فسقية كبيرة برشا، لكن مش فكر المنظر هذاك وفكر الزين هذاك الحق يتقال. معناها إن شاء الله الوزيرة اللي كي جات وعطات تعليمات وإنه يقع الإفراج على المبلغ المالي حتى تبدأ الأشغال إن شاء الله بإذن الله. هو حتى معناها الدين العربي يجب أن تصان كلها، يجب أن تصان، وخصوصا الفسقية اللي إن شاء الله معناها تأخذ حظها إن شاء الله. سي خالد، بلي نحب نعلق الفسقية على ما وقع عليه الاعتداء من على المعالم بتاعنا بالضبط الأثرية. توازيه بالنسبة للفسقية مش اعتداء، ثم تضارب أفكار كل واحد وشيرة، لكن ندخل صاحب الجاه وينو تيجان اللي كانت فوق الباب فوق شبابك، وكل ما ليه ثم تيجك حبطت حتى في الفيسبوك وين مشاو هالتيجان، يقول لك مخبين. علاش مخبين؟ ما نعرفش تحولوش، يا ربما كما تحولتك العام الثريا متاع جمع الكبير
المكان آخر. أنا أرجو أن تعود تلك التجاه، لأن صورة من صور السيد الحقيقي اللي نعرفوها إحنا. وجايين إن شاء الله في حلقة أخرى نتحدث إن شاء الله على مقام أبي زمعة البلوي مصطفى بالنسبة للرؤية متاع سي عامر وما يقترحه كمشروع. والله أنا بالفعل أنا كنت حاورت سي عامر وما نتصورش معناها تم شكون قريب ولا أقرب منه لفهم المشروع البيئي ولفهم مستقبل، خاصة مستقبل مشروع الفسقية، فهم وممارسة، لأنه منخرط في مجتمع المدني اللي قاعدة تساهم بشكل كبير. أنا ساعد كل شيء نحب الحقيقة من هنا، وماذا بي معناها بالحق التصور اللي اقترحه هو في ماذا بي يؤخذ به وقت الإنجاز، وقت اللي معناها تفكر بالفعل وزارة الثقافة في معناها تحويل الفسقية إلى مسلك صحي التنفيذ ومشروع بالفعل. أنا ماذا بي يستأنسوا برايو، يستأنسوا برأي سي عامر بالفعل، لأنه بالفعل تاريخ ولأنه تجربة كبيرة في المجال البيئي. شكرا، هكا نكون هنا الجزء الأول، نخرج مع أغنية معنت محبوب وائل جسار ونعود للفصل الثاني والأخير من سهرتنا. ومواصلين حديثنا على معلم الفسقية مع سي طارق العلاني. سي طارق، ايش مازال عندنا في الفسقية؟ والله طيب الخير والبركة إن شاء الله. هو بإذن الله ما هو الحديث يطول على الفسقية، هذا المعلم الأثري المهم الكبير ياسر، من ذلك أنه الأماكن اللي هي معناها ما فيهاش العديد من الأمطار كما الجنوب وكما صفاقس وكما حتى في القيروان في بعض الأماكن، أنه استنبطوا من الفسقية وعملوا بعض الفسقيات في الأراضي الفلاحية متاعها، على خاطر الأمطار تجي مرة في الفيل لكن يجمعوا الماء باش معناها يسقيوا به في وقت الجفاف. وبخلاف هذايا مواجهة مشكل القحط نقولوا نحن، أي مشكل بطبيعة الحال، وهذايا معناها من قديم فخموا فيه الأغالبة وتوا التوانسة على قد الجهد يعني على قد الإمكانيات يحاولوا باش يستنبطوا من الفسقية بعض الحاجات باش يسقيوا بها في وقت الجفاف. وبخلاف هذايا نحن نعرفوا اللي وقت اللي كان في المولد الرئيس بورقيبة كان يجي للقروان وديما يزور القروان، وقت اللي يجي يهبط بالهليكوبتر حتى الفسقية، هذا شيء نعرفوه. الأرض واسعة، هي الأرض واسعة والفسقية زاد عندها معناها عندها طابع خاص وعندها رمزيتها، عندها رمزيتها بطبيعة الحال، ومن غادي يبدأ الكورتاج حتى لين ياخذ الباب تونس وباب جلادين وغيره وكل شيء. بخلاف هذايا احنا وقت اللي احنا صغار كان منتزه الفسقية، منتزه وقبلة للسياح، زاد السياح يبغوا يشوفوا المعلم الأثري، كانت تقدم عبية بالسياح، ومن ذلك ثم مسجل توا حاليا في تراث اليونسكو بطبيعة تراث عالمي. واللي نعرف أنه فما واحد اسمه عبد المجيد الله يرحمه كان قبل مجدة معروف، مجدة معروف كان ضامر برشا، كان يشد بسكليت ويبدأ يدور على الحافة متاع الفسقية، بدأ يجري في جري كبير باش ياخذ التوازن متاعه، وكانت الناس تصفق له وكانت الناس تتفرج عليه، منظر حلو برشا. بخلاف هذا كله عرض فرجوي، عرض فرجوي كان يعملوا معناها من غير الحساب العقاب يعني، ولكن فما عروض فرجوية أخرى، فما بخلاف هذايا فما كان أقيمت فيها العديد من الحفلات وخصوصا في بداية الاستقلال. هذه نقول عليها أيام الزمن الجميل، معناتها ولا القراوة ولا حد الآن مازالوا يتذكروا ويعاودوا معناتها يطالبوا بإحيائها مرة أخرى. هذاك علاش نعرفوا احنا صليحة ومدراك اللي أقامت حفلة وحطوها في القلب نتاع الفسقية، حطوها في القلب نتاع الفسقية وعملت الحفله والناس كنت تتفرج معناها من على الدائر نتاع الفسقيه. ما فهمش شكون خاف سيدي علي الرياحي بطبيعه الحال، قالوا له باش تعمل حفله كيما عملت صليحه، جاي يشوفهم انا خاف، هم معروف انه يخاف من الطياره ويخاف من البط ويخاف، مش يزوب بفلوكه هو باش يوصل القلب وبعد يطلع كل شيء، خاف قال لا ولا عمل على ضفاف الفسقيه، عمل حفله سيدي علي الرياحي فنان كبير، الناس كل جاتهم من كل شيره. هذه بعض الحفلات من هو السؤال اللي يطرح زاد سي طارق سمعناك قصص عليه، هو كيفاش نجم نعملناها معناتها في بيت الاستقلال، ولكن تو اصبحنا ما تحس كاننا عاجزين حتى على اعاده معناتها تلك الحفلات بنفس الطريقه، رغم اللي كانت الامكانيات اقل قبل وتعملت الحفلات. والله كانت ثم مش مفهوم، ثم اراده، مشكل اراده معناتها ثم اراده، كان اراده كان انضباط وما كانش وما كانش فوضى مع الاسف، كان انضباط وجد جد معناتها فما حي ومن لا شيء، فما نية معناتها وإصرار وعزم على نية. عشت الفترات هذه كان من لا شيء تتكون أشياء، وثم حس بالمسؤولية،
حس بالمسؤولية وفي جميع الإدارات وفي جميع مناهج. ثم نوع من الالتزام سي خالد. ثم التزام. ما نعرفش أنت تذكرش إنه قاعدة فيها حاجات معناتها في قاعدة في الذاكرة معناتها الفسقية ربما كما ذكرت أنت وسيط برشا حاجات في الذاكرة وقت الفسقية هي مرت بعدة تحولات. لكن المشكلة كونه معناها ثم اختلاف. ايوه في وضعها كيفاش يكون جا والي مثلا ردها منتزه جاء بعد مشاكل والي نحاو كل منتزه هذاك مراد الرماح يقول لك لا معناها يلزمها تبقى كيك على حاله معلم اثري معلم اثري باعتبار التراث العالمي ما يلزمناش نستغلو على ذكر الفسخيه واللي بالبسكليت تم الصور بتاعنا كان واحد يقول له الله يرحمه يقول له حشتي تسمع بيه حشتي هذا يا سيدي يطلع على الشرفة نتاع السور ويبدا فوق ظهره طفل. ايوا. ويبدا يجري. من شرفة لشرفة. ايوا. يبدا يجري على الشرفة، بعض ساعات ما يجري رجل هنا انا بعض ساعات ينقص برجل بركة من شرفة لشرفة. شرفة ويدور معناه ويمشي يعني ما شاء الله. استعراضات كانت فما عروض معناها عروض صحيح عروض مجانية وتلقائية. تلقائية. وتلقى الناس يتفرجوا عليها. هو كان. الأشياء اللي احنا تو معناها ننكروها كانت الاحتفال ب بعاشورة الهجيجة كانوا يعملوا في الكل ويعملوا صورة على الجامع الكبير صورة مرأة ولا كيفاش معناها كسكولات ويحطوا صرافة منه وتبدأ منها كوم من التبن يشعل وينقزوا العباس هذه شفت وفيها جانب الفرجة فرجة ولكن فيها اختر لا فيها بدعة لأن مش مفاهمين العملية كانوا مثلا كانوا يطيبوا الدجاج قريت أنا عرفت اللي كون الدجاج عملوه جماعة المحتفلين بموت حسين حرمتوا الدجاج ذاك النهار هي وقتها أصبحت تقاليد ما كانتش معناها كانوا جانب دين لا مش مفاهمينها أي مش مفاهمينها أنا برشا ناس كيف فهموها ولاو ما عادش يحتفلوا هما يسخبوها كيما نقولوا احنا يعملوا عصير تزقوق في المولد في عاشوره يعملوا الدجاج اللي حبيت نذكر زاد حاجه اخرى على الفسقيه انه فما حاجه وهو وتات حدث معناها مشهور ياسر في مدينه القيروان في عام 62 في عام 61 في عام 61 بالطبيعه قبل ما تولد انا على ما نعلم انه تعمل فيلم اسمه مجنون اسمه لص بغداد فيلم لص بغداد 61 عام 61 فيلم ايطالي في ستيف ريفز فيه صوفيا لورين زاد صوفيا لورين متاكد ويمثل فيه عبد العزيز العقربي ايوه عبد العزيز العقربي يمثل فيه اللي هو تقنط عليه الاشكال المشكله نتاع دخول الصحن الجامع الجامع الكبير والله يكبر الله اكبر ما يمشيش اللي صار فيه مشكله كبيره ولات مشكله سياسيه وكل شيء جايين ما شاء الله في حلقه الشيخ عبد الرحمن خليف لكن انا مش نحب نعرج على الفسقيه شنو اللي صار فيها بالضبط هو المشكله في الجامع الكبير هي اللي عملت مشكله كبيره ومشكله اصبحت سياسيه لكن في الفسقيه ما صار حتى شيء شنو اللي صار في الفسقية؟ فرغوها من الماء جملة فرغوها اي وقتها صحيح اي فرغوها من الماء جملة وش عملوا فيها؟ عملوا فيها تصوير نتاع سوق اسبوعي وعملوها بالسمان معناها انت بذمة الفيلم ولا في حد ذمة الفيلم ذمة الفيلم نص بغداد واحنا كي نعرفوا احنا القوس اللي بين الفسقية الصغيرة والفسقية الكبيرة هذا شفته في الفيلم خاطر تفرجت عليه فيلم القوس هذاك عملوا فيه باب على اساس هكا باب السوق أيوة. حلوه السوق ومنها عملوا كل الديكور نتاع الفيلم كيفاش نقولوا احنا في بلاد كيما بغداد فيها نصب وفيها سوق اسبوعي شوف على ولا أيوة. تشوف انت 61 أيوة. تشوف انت الفسقيه كيف أيوة. حتى كي تتفرج على الفيلم تشوف الفسقيه وكل الكباش نتاعها وكل شيء وتشوفها فارغه يعني احنا ماذا بينا كان نشوفوا يعني ديما حاجات يعني كيف فيها تشويق انه الواحد يشوفها فارغه ديما يشوفها معبيه فيها الماء وكل شيء ايوه على ذكر الماء صدق ما عندكش فكره ما قداش من مره معناتها وقع تنشيح لغتنا احنا الفسقيه يعني مشي معناتها الماء نتاعها قاعد معناتها فما فوتات فترات يغيروا الماء او ينشروا وتتملى مره اخرى هو شيء اللي نعرفه انه مره بركه فرغت من اجل الفيلم الا انه
وقعت قلوا احنا نيجليجونس معناها كبيره معناها اهمالها في وقت من الاوقات اهمال كبير لين اصبحت معناها مصب للزبله ولا الحاجات هذه وذا كله معناها نداء حتى للناس اللي يسمعوا فينا انه يحرضوا الناس وسيبتوا الصغيرات اللي ما يعرفوش ما يجيش يلموا نقولوا احنا زبله ولا دبابس ولا حاجه ماذا بينا الفسخيخة المعلم اثري قاعدين احنا كيف نسوقوا فيه حتى معناها سياحيا ماذا بينا تكون نظيفه وفي وقت من الاوقات زاد يرحم والديه المجتمع المدني كل شيء انه معناها حاول باش يعطي قيمه للفسقيه وبداوا يعبيوا فيها من سونداج عملوا سونداج بداوا يعبيوا فيها اللي تعبيت يعني تعبيت نيفو باهي لكن بالطبيعه لازم المتابعه لازم المتابعه الشيء هذايا اللي احنا توا ما عندنا ما نقولوا احنا كنز يلزم لنا نستغلوه كما يجب على خاطر كنز كبير وعلى ذكر معناها كانت الانيماسيون اللي كانت موجوده في الرحبه كانت موجوده انيماسيون كيما ساحة الفنان نتاع المغرب. المغرب كان ثم اجواء حلوه وكان درجيحة درجيحة وفما شكون. فماش حنوشه ساحة المغرب. ثم حنوشه وفما واحد مشهوره بالحنوشه. عزرايين. عزرايين بطاطا هذا مسمينه عزرايين بطاطا هذا. اش قربهم بعض مع عزرايين وبطاطا. هكا يمكن يبدا يتكربس. يبدا يتكربس ومن هنا يعمل في انيماسيون وهذا كله سياحيا عنده قيمه كبيره. بالضبط. تنحى على اساس انه يمكن حسبوه تخلف وحسبوه غير لا هي تقاليد. لكن يمكن إعادة صياغتها وبمشهد فرجوي جديد وتولي داخله في السلكويه معناتها في السياحه معناتها سيدي بن عيسى كان كل نهار جمع يقع فيه احتفال غريب يعني التخميره وفي تخميره ودبوس يعني بحديد يرشقوه في الرقبه هنا وسيف يضربوا بها للواحد كي جا الاستقلال وقتها قالوا هذه امور معناها ما تمس بحضارتنا يعني بالعكس هذه امور ثقافيه لازمنا ناخذوها لازمنا ناخذوها كثقافه مش ناخذوها كاعتقاد فهمتني وتطوير ربما كيف ما عاملين تو في المغرب مع انه وقع تطوير وليت معناتها ساحه جمع الفناء وليت قبله للسياح للفرجه مش للاعتقاد تطويرها انا نشوفوا مثلا تو الالعاب اللي يشوفوها في الخارج في العالم يعني اللي تشوفوا عملوه اللي تشوفوا سناء تلقاه تقدم على العام اللي فارت واللي قبله اشواط تلقاه تطويره ثم تجديد وتطوير هذا لا معناها سيدي في سيدي بن عيسى اللي كانوا يقفوا على القزاز وغيره كل شيء اصبحت معناها اصبحت تنشيط كبير ياسر مشهور في الوتلة في سوسه في حمامات في الاماكن السياحيه يسميوه الفكير فقير فقير الفقير هكا يسميوه الفقير ثم اللي انتقى بالكيف وبال ايوه اصلا فقير اصلا من المغرب من المغرب فقير ولا الفقير هذا تلقاه معناها يجي يحطوه على السيوفه وندرى شنو فما حتى يعمل مشقه وندرى شنو عيري يعني انيماسيون معناها كانت عندها قيمتها وهذا الكل يخلي المدينه عندها قيمتها باش السياح كي يجيو يلقاو ما يتفرجوا وهذا الشيء اللي معناه الحق يتقال معناه اهملناه كان معناها شدينا تراث يلزم يبقى التراث خاطر مهما كانت سيفته اي والمدينه العربيه يلزمها تتاهل وانا ذي نداء لاعطاء معناها لاطلاق ايدي جمعيه صيانه المدينه اللي هي الحق يتقال هي الوحيده اللي تنجم تصون المدينه وتصون الفسقيه وتصون المعالم الاثريه على اساس انه هذيك المؤهله الوحيده خاطر جمعيه والجمعية تنجم تتصرف كما يجب مع عالي التراث راه مشكلة كبيرة حتى في التصرف المالي مشكل كبير يعني بتشجيش حتى مسمار يلزمك ما نعرفش فاتورة ثقافية يجي ثلاثة أربعة من الناس هذا كل إداري لازم القيروان تاخذ معناها تاخذ حظها سواء خصوصا عندها كنوز كبيرة يجب استغلالها على كل حال احنا اليوم حكينا على الفسقيه ان شاء الله المره الجايه نحكيوا على معالم اخرى انت استرقت وهزيتنا معناتها مهتنا العنصر الثاني معناتها على ذكر معناتها الفسقيه وعلى ذكر المتدخلين فيها صحيح معناتها هناك جمعيه معناتها صيانه المدينه ولكن هم بيدهم زاد في اشكال على اساس انه فما مجلس بلدي فما المجلس الجهوي فما املاك الدوله فيها اشكاليات معناتها لحد الان قاعدين يحاولوا باش يفضوها وهذا خلينا نمهدوا باش نحكيوا على القسط الثاني معناتها في الحصه دي اللي هو واقع الفسقيه وخاصه اثر زياره وزيره الثقافه يوم 7 مارس نرجعوا له من بعد ما نسمعوا رشيد غلام قاري اديب يمضي باسم القيروان اللي هو محمد مزهود القيرواني باختصار ولد في 21 جون في 1929 ووفته المنية في 21 أكتوبر 2003 بين هذين التاريخين كانت هناك مسيرة مش نبدأ مع سي خالد العلاني ولكن خليني نبدأ من حيث يجب أن ننتهي
يقول سي خالد سي محمد مزهود: قد قضى صاحبي قبلي، ولهنا يحكي على سي النص صدام وسي شادلي عطلة. قد قضى صاحبي قبلي وإن العمر يمضي ومنه ما يدنيني، ويد الدهر في غد وهي طولة مثل ما توتهما تطويني، وجد من يرثيهما غير أني لست ألقى إن مت من يرثيني، وسأنسى كما هما نسي قبلي، وهذا ما كان علم يقيني، لا أرى في الحياة إلا رجوما لم تعد بها سمة تغريني، ورجائي أن يعفو الله عني وهو ما لن تخيب فيه ظنوني. علاش بديت بيهم؟ لأنه نحن من فلسفة البرنامج هي أفكار ضد النسيان، فما أدباء علماء مشايخ طبعوا مدينة القيروان وطبعتهم مدينة القيروان كثيرا ما يتم نسيانهم، فأحسن ربما حد اللي يتحدث، لأنه كان تربطك بيه علاقات ووشائج كبيرة، وحتى معناتها في الميدان الشعري كانت هناك معناتها نقولوا نحن تراسل بينكما بين المعلم والمتعلم، ومن بعد معناتها مش تطور العلاقة، ومن بعد مش تولي ربما توصل إلى حد معناتها العلاقة حميمية أكثر. إيش نجم نقوله على محمد مزهود سي خالد، ولأنه الحديث معناتها يطول في هذا الموضوع. فعلا الحديث يطول، رحم الله سي محمد مزهود وطيب ثراه. سي محمد أنا كطلبت مني باش نتحدث على سي محمد تحرجت، لأن سي محمد راهو يلزم وقت ويلزم دراسة، وأنا في الواقع يعني علاقتي به ما مش تمس معناها ما كتب، خاطر ما كتب معروف وثم شكون يتحدث لي، أنا علاقتي به الشخصية نحب نتحدث على علاقتي به الشخصية، وما لمسته فيه وما لاحظته في سلوك سواء معي أنا أو مع يعني المحيط متاعنا. سي محمد مزود تعرفت عليه من عام 69 في حانوت سي محمد تراد في القرقبية، ثم كنا نصر وغادي، وحقيقة أول مرة ندخل نلقاك المسمار لما قاعد معقف محطوط في الحيط، وكي تضرب الشمس تبدأ الظلال بتاعه، قال انظر إلى المسمار وهو معقف وظلاله تحكي شقاء النفس، ألقى على هذا الجدار ظلاله فكأنما هو صورة للسبسي. يعني أموش القائد عنده شيء غريب سي محمد الله يرحمه، يلتقط الحدث، يلتقط اللحظات معناها لماح لماح، ولا وفعلا نبدأ وأنا شخصيا نبدأ نمخ حذري منه، خاطر نغلط غلطة يهبط يعمل عليها ديوان. فهمتني؟ عاد سي محمد ما لاحظته هو رجل قبل مع الشعر نتاعه ومع تزامنه مع سي ناصر قدام وسي شادي عطلة، شعر يعني حقيقة يعني مكسب للمكتبة العربية، مكسب للمكتبة العربية في السياق وفي اختيار الألفاظ، يعني اللفظة اللي حطها من مناسبة مستحيل باش تجيب غيرها ولا تبدلها ولا باش تبدلها. فهمتني؟ بخلاف الشعر نتاعه علمه تجدوا في الفقه تلقاه معناها باش فقيه كي يقولوها، تجدوا في النحو تلقاه معناها النحو الكل نتاع اللي جابوا الاسود الدؤلي معناها عنده، تجب في الصرف يعني بحر. وانا شفت حاجه بعيني معناها لمستها، يجي الطالب كان يقرا يجي يمشي كل يوم يحضر دروس في الكليه في تونس، وقت اللي يجي نقعدوا احنا ما بين المغرب وعشاء في قهوه طقطق، يجي احد سي محمد باش يقول له اش قريت اليوم. فهمتني؟ ما يرتاحك الطالب هذاك الا ما يصحح له سي محمد معلوماته ويحطه في الطريق الصحيح، تبدا نقطع الحروف نبدا بها يعني يتجاوز حتى الاساتذه الجامعيه. قداش من مره سي جعفر ماجد الله يرحمه يتخالف هو واساتذه جامعيين بالتليفون، يكلم سي محمد مزود باش يحل لهم المشكله، ولذا سي ورغم هذاك تواضع فيه نادر، ويقعد في اي مكان مع انسان محترم ما عندوش شكل الكبرياء ولا عنده اماكن معناها اجتماعيه عاده لا. وفين نلتقيو؟ نلتقيو في العطارين في حانوت عبد الرحمن النجار، قبل كان حانوت الشادي السي الهادي النجار الله يرحمه، نسميها مدرسه العطارين،
لأن ما تعلمته أنا شخصيا في الحانوت هذاك وفي المدرسة هذيك. يجي جعفر مازدي، يجي نور الدين صمود، يجي سي ناصر زدان، سي محمد طراد هذا كذلك ديما الشاعر الكبير سي محمد أمين بجانبي. النادي رن باش ما نخرجوش بقصيد. احيانا كتبت مره انا واه ولد وقتها ما عندي لا ولد وقت، كتبت مره انا واه قصيد هو الصدر وانا العجوز هو الصدر ارتجال قدره على الارتجال. لا فعلا علمني اشياء كبيره، وثم عنده حاجه يشجع حتى ولو يعرفك الشخص هذاك مش يولي خير منه يزيده ويشجعه. وعنده نفسيه نادره جدا تاع المعلم، خرج حتى قعد ديما المعلم يعلم ويعرفك التلميذ اللي قراه مش يطلع خير منه نهار من نهارات. وكذلك في الشعر زاد عمره ما يبخل باللي كان قاسي معي شويه بعض ساعات، لكن اكل القساوه البناءه معناها بعض ساعات يرمي لي كلمه زي في رصيد الانسان نعم ينعرني اتقبلها منه باريحيه كبرى. هذا في علاقتي به. سي خالد سمعني، معناتها ربما هذا اللي كنت تذكر فيه من الخصال نتاع المرحوم محمد مزود. نعم. لذلك كان يسمى متنبي القيروان. مش نقول هي مكتوبه عندي هنا، كان يسمى اللي يسميه الزعيم بورقيب. سماه المتنبي القيروان. لانه كي يبدا هو ذكرتي تو في حاجه والله نحب نثيرها هنا، تو برشا يلوموه مثلا على الوطنيات، على الوطنيات اللي تجاوزت حدودها، علما انه فاز بالجائزه الاولى في عام 57 بمناسبه معناتها الحفل اللي اقيم في عيد الاستقلال عام 57 اللي هي معناتها هو الشعر فلتصدح بلابله. نحب نصحح اللي اختلفوا فيها هما في التالي على توا في بالي بها هي وقعت على اشكاليه في تونس، قالوا له راك انت الجائزه الاولى من اخيره الاستشهاد اللي عشت انا. وقع فيها اشكاليه لكن هذا لا يمنع المتنبي القيروان. لا اله الا الله. فهمت يراه فيما يخص معناها مدحو. أيه. المدح هو استشهاد العطله والنصر صدام راهم هما من قبل الاستقلال كانوا مواكبين الزعيم وكانوا مواكبين الحركه الوطنيه وواصلوا معاه، لكن لما يتلوحش الكلام اللي جابوه معناه ثروة من الألفاظ ومن اللغة المحبوكة ومن الإتقان ومن الشيء ما يصوروش عقلك يبدأ يلقي في القصيد متاعه يقرهون حتى قبل ما يمشي مدرسة كاملة. ولذا ما ملوموشي أنا، عاشوا في فترة اللي كانوا واصلوا مع الزعيم. أنا بالله سمحني سيقاتل مش نقاتل تفضل. لنفترض أنه بالفعل كان شعر مداح وهم أخذوه على أنه كان شعر مداح، وخاصة مداح معناها كأنه موالي للسلطة السياسية لذلك، في حين أنك أنت توصيتك قلت اللي هو كان معناها يمدح الزعيم حتى قبل أن يصبح حتى قبل الجمهورية وقبل. طيب أبو طيب متنبي كان الشعر مداح ولكنه مع ذلك من أكبر شعراء العرب، لما لأنه يكون مداح ما نصورش عيب هذا. يعني القيمة الأدبية يحب يركز عليه القيمة الأدبية. لكن استنى يجي نقارنه بين شعر المتنبي لسيف الدولة وشعر سي محمد مزود. شعر المتنبي ثم طلب داخلي يحب على يحب على ولاية، بينما سي محمد مزود معناها عيد وطني فهمت، وفيه وجه القيروان يحب يعطي حاجة من أهل. ثم ثم اللي راه كونه زعيم رقيبة من هو اللي جاب الاستقلال، وهو اللي ثم اللي حتى تو يقول المؤسسات الموجودة اللي هي تو معناها هي اللي قاعدة تقاوم في الفوضى وتقاوم في كذا شيء. حديث آخر بقى نحب تو ربما نحكي على بعض ما يقع في الحانوت نتاع المدرسه. الحانوت هذا فيه سي عبد الرحمن النجار، سي عبد الرحمن النجار ما تنساش الملحمه نتاع البيان الفياض في قضيه هذيك التطويله تحب لها حس يعني باش تعرج عليها شويه اذا كان فما اذا كان ممكن استنتم بعد هذيك تحب لها تفضل. بالمناسبه سي خالد معناتها ذكر الزعيم واليوم ذكرى وفاته شكرا الله يرحمه. عاد نبدا نفدلكوا بعض ساعات ونبدا ديما قلت لك نبدا نعس على روحي انا خاطر ضربته الشيخ اسمه فمك. سي عبد الرحمن النجار يكون من والدي امه بنت الشيخ الجودي الباش مفتي خال والدي. عاد نحترمه جدا معناها كقريبي معناها وتجمعنا دار الجودي. مره قلت له كلمه هكا فيها تجاوز، هو كان هو اصحابه وعم محمد بوطارق
ياسر فخر بالقرابة تحكم، لكن والدي كان أكبر منهم كانوا يحترموه. وقت رميت له الكلمة اش قال لي السي عبد الرحمن؟ قال لي خالد نحبك تبدا شهم كي بوك مش فيه كعمك محمد. كانت قعدات حلوة معناها في اللي جاوب عليها هو اش قال؟ مش نقول لك انا اش قال. خالد عز بين اهله وذويه، فيه شيء من عمه وابيه، صادق القول في مواطن صدق وسفيهم بغير معنى السفيه. شوف هنا اللعب الالفاظ، لان بالعربيه السفيه هو القاصر، بينما هنا كذاب. انا قلت بغير شو تلعب الالفاظ لا شوف القوه نتاع التلاعب بعد الكل. اش رديت عليها؟ مش بالوقت. قلت لي قل ما يريد في فينا ليهذي، انما جاء منه امر بديهي، إن مزهود إن تكلم يعطي دون قصد يدان ما هو فيه، وهو يدري بأنني أستطيع الرد حتما بعكس ما أرتضيه، بردود طريفة منتقات حللا من بديع ما أنتقيه، ومقر إجازتي هو أيضا رغم إقراره الذي يخفيه، وتراني على المدى أتحاشى دون خوف بلاه إذ أتقيه. أنا ما كنت في الحياة سفيها مبتلا بانتقاض ما أدعيه، ذاك ردي وسوف أسكت، لكن أنت مادى يأتيه ما يأتيه. هنا نحب نعمل ملاحظة، كلمة يأتي ما يأتيه مش انتعي، قلت كلمة أخرى أنا. قال لي هذه أبلغ. قلت قلت هذا ما نعرفش، كان عندي حاجة أخرى زادة. كان ثم مرة جعفر الله يرحمه، لقيت انا واقف العطارين سي محمد نهارتها مش وجاي، جاب مجموعه نتاع كتب. قال لي مش نمشي نهزهم سي محمد. قلت ما عنديش فيهم كتاب، راني مشني اقل شان من مزهود نتاعك، عملت له مش رد هذا مش رد عاد مش نجيب الكلمه. سي محمد مزهود بعد ما نصليه المغرب نمشي ندخل في القهوه، تقطق هو يبدا شويه في الجامع يبدا ينبر في الواحد مشموم في المشموم الفن. يعني يجي قد قيل للشيخ الاديب وقد اتى متاخرا، او هل لامر يشغل الافكار كنت مفكرا، اصغى ورد على السؤال كما يكون معبرا، قد كنت للمشموم من بعد الصلاه منبرا، واضاف حين عجبت منه وقال لي متدبرا. واش قال هو؟ على نفس الوزن. لا تعجبوا من خالد ان صار بي متندرا، قدرته لكنه ما كان لي قد قدر، اذ قال عني وهو قول لا يعد تنكرا، انا كنت انا لا انا لست منه اقل شانا حين جابها جعفر. عندي حاجه هذه بوقت اللي يصدر لك قبل ما يصدر الكتاب اعطيته نسخه منه هنا في انا مش نذكر بعنوانه صافيت وين مش ودا باش نقرا لكم واش كتب لي هو واش رديت عليه انا. قل مجموع شعري كهذا به جرثت بريقي، قراءه وانتقادا تجف منه عروقي، شربت منه كؤوسا ممزوجة برحيقي، وسمت وجهك فيه وليس وجه صفيقي، ضربت فيه أناسا ولم تكن برفيقي، ولم أكن بشفيق إذ لم تكن بشفيقي، ولا تلمني لأني لا ألتوي عن طريقي، وخالد مستمر في وقده للحريق، به أضيق لأني رأيته بمضيقي، وسوف يهوى سواه إلى قرار سحيقي، ولم يكن بصديق مراوغ لصديقي، لأنه ما تراءى مخلقا بخلقي. رديت عليها أنا. قلت لأن لي لك دينا به عرفت طريقي، ولا يسدد مني وإن جرذت بريقي، ولو جمعت عيونا فرائدا من عقيقي، أظل فيه مدينا لسيدي وصديقي، ولن أكون جحودا إن لم تكن بشفيقي، لأن ضربت أناسا ولم أكن برفيقي، فما شعرت بأني كما ترى بمضيقي، فذاك صادق حسي، إذا شعرت بضيقي أطلقته بلسان مطاوع وطليقي، وصغته بعتيق مزجته برحيقي، ولن أكون لنفسي مضللا بمروقي، وتلك صورة ذاتي وذاك بعض حقوقي. الله الله. ونحن زاد في إطار الدين سي خالد قبل ما نخرج فاصل، ماذا بي نقرأ معناتها جزء من قصيده حنين.
اللي يقول فيه: يا قيروان منك شع هدى، ما كان يطمس فجره الكفر، يمتد في الآفاق منتشرا، لا البر يحرمه ولا البحر، جري ذهول الفخر وابتهجي، ما زال يعمل ساحك الخير، وتحدي الدنيا على قدر، كبرا وما في خلقك الكبر، تغري بما تغري مباهجها، ويقيم في آفاقها الفكر، السحر والإلهام يذرؤها، يا بورك الإلهام والسحر. بصوت ماهر محمود، أغنية لمحمد طه. سي خالد، المعروف على اسم محمد مزهود القيرواني انه صاحب نكتة، فما ساعات حتى مقالب لطيفة أدبية هكا، ربما أنت عشت البعض منها لو كانت تتذكر معناتها. ثم شوف سي محمد عنده نكت بعض ساعات معناها تقال في مجاز ضيقة جدا، فهمتني، وفدلكات مع سي محمد تراد ومع سي نصر زدان، وتقول معركة كبيرة ياسر وهي كلها ما فيها حتى شيء، معناها وصورة يعطوها الأنفس بشيء غريب، يعني أكل يبدأ يخدموا في المطلق، الفنانين يمشوا للمطلق، هو سي محمد مزود وين زاد دخلت في الميدان هذا، يعني كل شيء يتعرى، كل شيء عند الفنان يتعرى ويرجع إنسان، إنسان كما الإنسان مسكر على روحه في بيته وتفرج على روحه في القدس واحد وما يشوف فيه حتى حد، هذه الكل هذه موجودة عند غالب المبدعين. ما يعسر علي باش نقول، ما أنا باش نذكر خاطر لا تذكر في الواقع، كان في مجالس في مجالس ضيقة. سي محمد مزهود أنا ما عرفت روحي نكتب في الشعر، كان ما أعطاني الإجازة سي محمد مزهود، متى أعطاني الإجازة؟ وقت وليت نختلف أنا وياه. كي وليت نختلف هذا يعني عبارة على أنه استقلالية بعدش النسخة ربما أو تقليد. قال لي توا تهنيت عليك، ولكن لا، ما أنا والحمد لله التوا كي نكتب بعدين نبدأ كما قلت لكم بكري، تعرف مثلا انت تعرف شعري وانت تعرف شعري، تعرف كوني ايش قدمت، نبدا كنكتب نبدا خايف، وقد اكون قد لا اكون في المستوى المطلوب، عمري ما واش خلاني مانيش، قال الرجل معناها داخل في برشا منتديات وكذا، والشعر معايا انا عندي علاقه مع الشعر الروحيه انتيم اللي ما فيهاش التزامات، يجيب طبيعته من هالشيء. ثم مره سي محمد مسوت احنا في الحانوت العطارين، وقال لي: خالد البارح نحلف في النامه لنا وياك مشيت خطوة خير إن شاء الله، قال لي في تونس وإحنا في العطارين وأنت شاد جنبي، قلت له إيه، قال لي بعد جيت اللوج عليك ما لقيتك، قلت له هي واضحة هذه، قال لي شنو، قلت له إحنا في العطارين ما دامنا نتناول عطر الكلام، إيوا الشعر مش عطر الكلام، واحد قهو، قال لي صحيح صحيح، قال لي ماك تمشي بجنبي، قلت له نستعان بيك، قال ليش بك هربت، قلت له ما شحشتي بيك. يعني قوية اشتد عودك معناتها، قال لي الله يرحمه، قال لي نتشرف ونعتز بذلك، معناها حتى لو كان معناها ما شحشت بي انا ستدير تهنيت عليه، هذا باش تفهم اخلاقه، كان يعطي بدون يعني وبدون من وبدون من، اما بقات الحاجات اخرين فيما يخص معناها الامور الداخلية جدا الذاتية، ما يكتب كتاب كامل ما ترونه في 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 الروض العطر. هو على ذكر الكتاب، الكتيبة والنشر معناتها فما إشكالية ديما من كل ما نتحدث عن محمد مزهود، هي مشكلة معناتها النشر ديوان خاص به أو والله أسمع شيء، أظن أن لديه معناتها من المخزون ما يكفي لنشر ديوان، يودي ما يعمل عديد الكتب، وهي مشكلة ديما تتذكر معناتها كل ما يتذكر محمد مزهود، خطر عنده في التأملات، عنده في المرثيات، عنده في المراسلات بينه وبين الشعراء، يعني في قالب الترسل الشعري، في قالب جدي جدا عنده، والله تحدثت انا وعمر ولده وتحدث سي محمد على فكره ولاده قديش عنده ثلاثه اولاد، عنده نزار وجعفر وعمر، عمر موجود هنا، كلمته واتا عده مرات، قلت له عمر ما تحرموناش من الكتاب، قال لي انا نحضره، هذا بيكلمهم زاد سي محمد تراب الله يذكره بالخير، فهمتي كذا،
قال لي كلمتهم بالتالي سلمت ما نعرفش شنو السر. في بالي عام 2017 قالوا انه هما قاعدين بصدد الجامعه وقت تعاملت مع ذكرى معناتها كلمتهم من قبل 2017 من قبل 2017 وعد عطوه في بيت الشعر لانهم يقوموا بقريبا معناتها عمر محسوب علاقتي به طيبه جدا حتى جعفر والكل ونزار من يحترموني وباعتبار صديق والدهم الحنين معناها اما اكبر صديق سي محمد مزود وسي محمد تراد ربي ان شاء الله سي محمد تراد يعني وتدلل ياسر على سي محمد تراد وسي محمد تراد في اريحيه وعنده كيف كيف يخدم الصاحب نتاعو سي محمد تراد. سي خالد باش نخدم معاك نقول معناتها في سؤال شنو معناتها اثر محمد مزود في علاقته بخالد العلاني؟ هو نجم نحتفظ معنا والله هو علاقتي به معناها علاقة الأب الابن ويحكي لي سي محمد تراد قال لي في قفاك بعض يظهر له هو ليش هو ما في خويا يقول خالد راه واحد من أولادي ودي نعتز بها ياسر أكيد اعتز بها جدا باش نكون معناها بطبيعة هذاك والدي الله يرحمه هو الكل ولكن يقول خالد واحد من أولادي نشعر شنية قيمتي عندك الشخص هذاك هذا على صعيد العلاقه الانسانيه نعم ايه فعلا وقال في 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 انا مش قدامي قال خالد من الشعراء اللي نعتمدوا عليهم الكلام يعني يعني قال كلام به واكبر دليل القصيد اللي كتبها لي معناها ديما يقول لي يقول لي خالد نقص من الحده نتاعك في الـ في الكتاب. سي محمد مدين الله ابقى مدين الله معناها بما علمني وبأخلاقه وبالجو الحميمي جدا كنا نبداو نعديو نبداو كان الضحك وكهو كان الفدلكه وبعد صاحب نكته صح صح صاحب نكته وحتى معناها هو ناصر زدام ساعات يتنافس ولا حاجه عنده صدر رحب عنده صدر رحب حتى عنده صدر رحب يتقبل حتى الكلمه اللي تبدا جارحه شويه في نطاق في اطار الفدلكه من عند صحابه يقبلها. على ما نعرف سي محمد تراد هو بعث سي محمد مزود للناصر زدان باش يعرجوا معناها في الناس هذه حكايه ان شاء الله نعملوا لها حصه هذه خاصه بالسلف هذه خاف اي من سي ناصر زدان سي ناصر زدان يده مشدوده شويه سي ناصر زدان شعر ناصر زدان باع قطعه قطعه قرض شنو محمد تراد قالوا سلفني شوية هم متفاهمين بالطبيعة هو محمد تراد يحمد ربي لبس عليه قالوا سلفني شوية فلوس وكتب له قصيدة بسي الناس الصديم الله يرحمه بدأ يتململ الناس الصديم كتب له قصيدة قالوا فتري تبدأ بالإيبي بكذا قالوا ما عندي إلا محمص المكرك وزبيبي ورد عليها سي محمد مزهود ورد عليها سي الشيخ اللي عطى الله والكل يعني هي ثلاثية الأطراف. قبل ما نتعدي مع زين ماذا بيه معناتها نقرأ جزء من القصيدة اللي كتبه جعفر ماجد في رثاء شاعر القيروان محمد مزهود القيرواني. يقول جعفر ماجد يا شاعرا تعرف الساحات سولته إذا صدحت وغنى طير واديك من هو ذا شاعر لا ند يخلفه لم يبقى في الدرب موهوب يدانيك مع مهر زين وأغنية الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قراها عليه في جبانة وقت النهار وفي الأربعينية نتاعو في الأربعينية أنا شاركت في الأربعينية بالضبط بغيرك ملناك رجعنا لكم نذكر انتم في متابعة برنامج صح شربتكم البداية مع معلم من بلادي واللي هو فسقية الأغالبة معلم أثري مائي ربما الفريد من نوعه في كامل العالم وهذا يدل على عبقرية الحضارة الإسلامية. ستارق فسقية بنات في 802 ما بين 860 و 862 تقريبا من طرف إبراهيم ابن الأغلب هذا معلوم لدى الجميع لكن نحب ننبش من الوجه الآخر للفسقية ماذا يحكى عن الفسقية أو ماذا يحاك بين ظفرين عن الفسقية؟ بطبيعة الحال هي الفسقية معلم أثري عنده قيمته المرموقة وقيمته التاريخية اللي معناها الناس كل حتى سكان المدينة بطبيعة الحال متعلقين به بصفة غريبة. على كل حال هي الفسقية توجدت في العهد الأغلبي وهذا الكل علاش وهذا معلم أثري عنده قيمة كبيرة على أساس أنه المدينة ما كانتش عندها الكثير من الأمطار
لابد من خزن المياه حتى في سنين الجفاف نلقاو مياه باش للري والتبيع والماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. الفسقية بطبيعة الحال ما تلاش نقولوا ليك السد معناتها بالمعنى يعني تقريبا, السد القديم, السد القديم ذا يعني الفسقية كما السد بتاع توا لكن بإمكانيات أقل من توا, ورغم ذا الكل وعبقرية أكثر وشوفوا حتى الهندسة متاعها وكل كباش اللي موجودين كما تشوفها من فوق تقول منجالة كما المنجالة متاع العقارب هذيك وكل شيء والوامر. على كل حال الفسقية حلت مشاكل كبيرة وتو أصبحت معلم أثري بطبيعة الحال. احنا قبل ما نحكيه على الأساطير وبطبيعة كل معلم أثري تحوم حوله الأساطير بالضبط, والأسطورة دي ما تبقى بين الحقيقة والخيال. اللي نعرفوه فما حويجة نحب نعرج عليها, الفسقية هي موجودة مقابل المعرض, والمعرض هذايا هو في وقت من الأوقات أصبح معرض اللي هو تو مكان موجود مستشفى ابن الجزار. المكان هذاك هو المعرض, لكن للذكرى أنه المعرض اللي توجد في القيروان في الستينات أول معرض تعمل في تونس هو معرض القيروان. هذه بمناسبة معناتها معطى بمناسبة ذكرنا للفسقية. أي بطبيعة الحال يعني ديما يقولوا باب المعرض هما حتى المعرض. من واحد من معروف يعني باب المعرض. على كل حال تولت العديد من المعارض موجودة. بالنسبة للفسقية نحب نذكر أبيات شعرية لشاعرنا خالد العلاني في كتابه سعفات, في ديوانه سعفات. مش نحب نتجن عليه وناخذ بعض أبيات من قصيدته اللي هي لولا ابن الأغلب. قال: ما كان لنا بمدينتنا من متزه كالفسقية, لولا ابن الأغلب ما راقت نسمات الليل الصيفية, ونقيق ضفادعها مقياس للأحوال الجوية, وبها نقضي أسمارا في بعض الصفحات المطوية, ونعود لننعم باللبلاد مما يبدع بنضيع. على كل حال هي 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 قصيده طويله وفيها فيها العادات والتقاليد القيروانيه الكل بما فيها نقولوا احنا المقروض والزلابيه والمخارق والفطاير واللبلادي والحاجات هذه كل هي قصيده, لكن خذيت بعض الابيات اللي هي موجوده على الفسقيه. ستارق على ذكر معناتها النسمات الصيفيه, يقال ابن الاغلب معناتها كان معناتها عامل منتزه بعد الفسقيه في بعد البرك في للصيف, فهمتي, وكان اسمها الزلاج, مسميها الزلاج بالطبيعه هي تو انتفات اثارها, لكن في وقت من الاوقات كان في الصيف يمشي عادي غادي كي المنتزه الى جانب البرك الزوز هذوكم الاصليين. صحيح, وبخلاف هي بخلاف ذاك فما فسقيات اخرى موجوده لم يقع التنقيب عنها, إلا أنه في عام 58 لقوا فسقية أخرى بجنب الفسقية اللي نعرفوها أحنا, وهي عبارة على زوز فسقيات, واحدة صغيرة واحدة كبيرة اللي موجودة قبل وين المكان متاع السياحة هذاك, هذاك توجد في 58. لكن سمح لي أيوة. المقاطعة الفسقية متاع الرقيدة هي موجودة فيها الفسقية أيضا, فيها الفسقية بتبعت أي كبيرة هي كبيرة مش في الـ في الـ في الحجم مستطيلة الحجم تقريبا أقل شوية أقل لكن شوية. كبيرة زاد الحقيقة كبيرة لكن ما قعدتش مستعملة وأصبحت أثار ما فيها لا مال حتى شيء. والفسقية اللي تحت الجامع القرى هذيك الفسقية يمكن الفسقيات اللي يمكن الخاصة ما هيش عامة, يمكن صحيح فسقية كبيرة كل شيء تمتد حتى لتحت تحت السور وتوصل اي كبيرة كبيرة ويمكن فسقية توجدت. على كل حال العديد من الفسقيات توجد على اساس انه معناها قلت المكان مش ممطر بالضبط, وهنا في ذي ثم فسقيات وين المغشي تو متاع نتاع الحيثية هذاك على ما نعرف فما فسقية. وعلى الذكر معناتها سي مصطفى ربما يعني قريت على سي مراد الرماح يقول مش فسقية هي ماجن كان ممتد معناتها كان من الاول وقت اللي هما بداوا في الحفر قالوا اللي هو لقاو الفسقيه معناتها تحت جامع نقرة, لكن هو صحاح قال على نحن على علم به هو ماجن الخزن فهمت ولا يمتد عنده قنوات مرتبطه معناتها من الفسقيه الاصليه الى معناتها الجامع نقرة, ولكن التسميه نتاعو الاصليه ما نعرفش خالد حبيت فيها القصيده اللي قراها ثم بيت حبيت نعرج عليها أيوة. ونقيق ضفادعها مقياس للاحوال الجويه اللي ما فهموهاش بعض هذا والدي الله يرحمه واحنا صغار يدور بنا في الفسقية وكان نقيق الضفادع منها ياسر قال وقت يبدأ نقيق الضفادع يدل كون الجو باهي كون الطقس طقس ربيعي يعني طقس جميل كون الطقس أنا قلت نقيق الضفادع مقياس للأحوال والجوية حال وهي القصيدة اللي قلنا فيها عادات وتقاليد حلوة برشا أي مش نرجعوا لها إن شاء الله جولة. على كل حال بتبيع احنا كل معلم أثري كما قلنا كما بروتة كما ساق بليس كما زاقة المذبوح كما غير
كل حاجة تحوم حولها الأساطير، وهذا عادي جدا على أساس أنه توارثتها برشا ناس والعديد من الشعوب اللي جات وكل حد يحكي حاجة. على كل حال بالنسبة للفسقية شيء نعرفوه احنا من احنا صغار، يقولوا أنه فيها كنز، يقولوا أنه فيها كنز موجود في القلب زي ما تعرف الفسقية، وفما القلب وين العرصة ذيك المجمعة في الوسط بالضبط. أيوة هذيك الوسطاني سيطارك ما تعرف ليش المكان بالضبط. أيوة ما تسقوش جماعة يحفظوا. على كل حال هو فما شرط تقريبا تعجيزي مش يحكي عليه هو سبق. ذكرتني في جدتي في عمتي كيف يحكيون على الشرط. أيه شرط مستحيل باش امرأة تخدم شرط تعجيزي هو سي مش قولي ها مش يكملهم بعد هالقليس أيه عارجة شرط التعجيزي هو تعجيزي. قل لك معناها ابدأ من نص الليل، من نص الليل لازم تذبح علوش أكحل ما فيها مرأة لا هذي سهلة نجم الجيب هذي باهي. وأكثر من هيك يزم الصوف متاعه تنفشوا تعملوا تركح الامور وتزيد قولوا احنا تغزلوا وتعملوا معناها وفي الاخر تعملوا كليب اي يلزم تعمل سدايه هذه ان شاء الله في ليلتها ان شاء الله ستار اي من وقت من نص الليل لا مازال عندك الوقت 24 ساعه على كل حال هذه الكل لازم تعمل تنفشوا تركحوا الصوف تركحوا وزيد تعمل سدايه وترقم كليب من غادي يعني عندك الوقت وزيد فرد وقت زاد معناها نقولوا احنا كي تلقى فراغ كان لقيت فضوه كان لقيت فضوه يزمك طيب كسكسي بك الحم ذاك اللهم صل على النبي زرده معناها ايوه زرده وكل شيء عندك في ديك على كل حال 24 ساعه باش تحضر قصعه كسكسي بالعصبين وتمشي زاده في وقتاش في نص الليل بالضبط. وقت اللي نعرف احنا توه اللي توا الدنيا مونسه والاضواء وكل شيء كانت فسقيه بلا في مكان ظلمة تكون يمشي نص الليل وقت ذاك القايله كانوا ما يمشيوش مش حتى القايله ما كانش حد يمشي غادي على اساس مهجوره. على كل حال انت كي تحضر الكليم تطويه الكليم امور شو قداش خدمه وتتقص وتعمل وزيد الطيب وتركح مو تجيب نص الليل اللي بعده يعني 24 ساعه في ديك انا وشرط معناها تنجموا معناها سهل ياسر حتى بالتطور بتاع الماكينات نجموا تمشي تهز انت القصعه والكليم معناها فوق كتافك وكي تمشي غادي القلب ويتحل لوحده يتحل القلب ويخرج لك الكنز. اللهم على كل حال الحمد لله عاش فما شكون حاول ولا ما حاولش بالضبط هذا شو باش نسال كان سي طارق مش نقول لك الاسطوره وفهمناها ربما اما يندرى فما شكون جرب ولا لا فري باش يجرب هو اذا كان سمعوني الليله ربما يولي هما يخاطروا يقول لي 24 ساعه بالوسائل التقنيه الجديده توصل باش ياسر عليها تولي معناتها مش شويه معناتها مستحيل هذا يذبح وينحي صوف ويغزل ويزديه ويعمل له ويغزل ويزم حدا ما يزيدش يعاونها حتى حد يلزم تاخذ المراه معناها ماكينه على حالها. على كل حال هذه اسطوره من اساطير بطبيعه الحال. وانا نتفكر انا حتى الفسقيه كانت فيها حتى فليك صغيره الدور وكل شيء حبه ذا وكان معناها ترجع الفسقيه لمكانتها خاطر عندها مكانه كبيره وعندها مكانه كبيره حتى مش كان من سكان مدينه القيروان من العالم اجمع والمعلم الاثري ومن من من حق العالم اجمع مش من حق سكان المدينة أو معناها اللي عندهم كل واحد ذكريات النظريات تختلف تقول لك الحاجة الأثرية تقعد نحافظوا عليها ما تطيحش تقعد كما كانت لا يقع استغلالها مثلا سياحيا أو كذا هاني تقعد المحافظة عليها بك مازال الحديث هو يختلف يمكن هي دورة في الفلوكة في الوسط الفسقية والله أنا راجعين لها راجعين لها نخرج مع فاصل ومع النشرة مع غنية خير للخلق زود القيرواني مع ملحد جلسة ملحد السهرية اللي هي قراءات على الهامش مع الأستاذ مصطفى الفارسي. تفضل سي مصطفى. شكرا سي مواز. الدكتور أحمد القديدي ولد القروان البار وبمناسبة التحركات اللي شهدتها الفسقية بعد الثورة باش يحاولوا إعادة الاعتبار لها المعلم كتب مقال قال فيه اللي القروان تحصلت على المركز الأول في معدل أهلها المصنفين تحت مستوى الفقر. القروان اللي صنفها التاريخ الأولى في فتح أفريقية سنة 50 هجري وقت اللي يوصل لها القائد عقبة بن نافع وأسس فيها أول ثكنة عسكرية إسلامية في شمال أفريقيا وبنفس الجبل الكبير اللي يعتبر أول منارة للدين الحنيف في أفريقيا وتبنيت فيها زادة أول جامعة علمية أشعت على العالم بطبة معروفين كيما ابن الجزار وبين متميزين كيما الإمام قحنون اللي اشتغل بالقضاء وعبد الله بن زيد ابن أبي زيد المعروف بالفقه وشعراء مرموقين
كما الحصري قصيدته الشهيرة يا ليل الصب، وابن رشيق بكتابه العمدة. من القروان انطلقت الفتوحات الإسلامية نحو الأندلس وجنوب أوروبا، والقروان زادة كانت هي منطلق باش تأسست القاهرة في عهد المعز لدين الله الفاطمي، وحتى لليوم مازالت تتسمى القاهرة المعزية. كما أسست القروان الأزهر على يد جوهر الصقلي في 17 شعبان 358 هجري، والقروان هي اللي بعثت بنت القروان فاطمة الفهرية باش تأسس جماعة القرويين في مدينة فاس كمؤسسة تعليمية تابعة لجامع القرويين سنة 245 للهجرة في مدينة فاس المغربية، وتعتبر جماعة القرويين أيضا أول مؤسسة علمية اخترعت الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العالم، وتخرج فيها علماء الغرب، وبقى الجامع والجامعة العلمية الملحقة به مركز للنشاط الفكري والثقافي والديني قرابة 1000 سنة. الجامعة هذيك قرا فيها سيلفستر الثاني اللي شغل منصب البابا عام 999، ويقال أنه هو أول من أدخل الأرقام العربية الأعداد العربية إلى أوروبا، اللي ما زالت لليوم طبعا أرقامنا هي الأرقام العربية تستعمل فيها أوروبا كاملة. وما ننساوش اللي موسى بن ميمون الطبيب والفيلسوف اليهودي أيضا قضى فيها سنوات في الجامعة هذه. القروان كانت لولا في مقاومة الاستعمار منذ حل بتونس سنة 81، وتكونت فيها أولى خلايا المقاومة المسلحة للتنصير والاحتلال، وهي لولا اللي نظمت أول مظاهرة لنصرة القيم الإسلامية في أول عهد الزعيم بورقيبة في جان في 61. المظاهرة ذي استشهدوا فيها 5 مواطنين، ورفض أبناء القروان آنذاك اضطهاد الإمام الفاضل عليه رحمة الله الشيخ عبد الرحمن خليفة، وكانت نتيجة التحركات هذه عصيان مدني لدعوة بورقيبة آنذاك للإفطار في رمضان والتخلي عن الحجاب. القروان كانت تزخر بالمدارس والكتاتيب وحلقات الدرس في المساجد، وكان ثم مدرسة الفتح القرآنية التابعة للأوقاف اللي كانوا المعلمين والمديرين متاحة من الوطنيين الدستوريين أمثال محمد بدخان أحد مؤسسي الحزب الدستوري، طاهر عطلة وغيرهم اللي كانوا يعطيوا المثل في الوطنية والذود عن الحماة قولا وفعلا. كان أغلب هاك المعلمين خارج على السجون والمنافي نظرا لتضحياتهم الجسيمة في سبيل الوطن وفي سبيل إنارة الفكر. قروان كانت تعج ولا تزال بأهل الأدب والشعر من أجيال مختلفة. الشيخ صالح السويسي كاتب أولى روايات في الأدب العربي في مطلع القرن وهي الهيفاء وسراج الليل. الشعراء أنا مثال محمد الفايز وشادي عطلة وناصر صدام محمد مزهود وسي خالد العلاني، ومن رواد النقد سي محمد الحليوي، ثم الجيل اللي تعلم منهم مثال جعفر المجد، وفي القصة والنقد عندنا سي أحمد الهرقام عامس أحنون صالح القابسي سيد الهديجي، والجيل اللي خذا منهم المشعل امثال عبد الرحمن الكبلوتي وجميل المانجري ومنصف الوهيبي ومحمد الغزي وحسين القهويجي عليه رحمه الله، وكثيرون لا يحصلون ولا يعدون. ثم جاءت الستينات، لكن الستينات وقت اللي جات على القروان اكبر الكوارث الطبيعيه والسياسيه. في السياسه اعلن الزعيم بورقيبه وقتها انهاء تجربه التعارض الاشتراكيه، وهو اللي كان يدعمها بيده، وزاد أرمى الوزير أحمد بن صالح في السجن، ومعاه والي القروان المناظر المثقف منجي الفقيه وعدد من كبار المسؤولين في الدولة بتهمة الخيانة العظمى. أما طبيعيا سنة 69 أكبر فيضانات زرود ومرجلين في القروان، المياه حاصرت القروان من كل جوانب، وفقدنا عديد الأثار اللي انهارت وهزها الماء والسيول. ولأن المصائب لا تأتي فرادى ما نعرفوش الواش، خربت السلطات معمار القيروان، فبدأت معاول الهدم تدمر أجمل حي في القيروان باش تبني دار الثقافة في عوض ما تبنيها في برشا أراضي كانت مسيبة وقتها. وزاد عطلوا حركة السكة الحديدية لأسباب مجهولة، كأنه ثم شكون كان يحب ينتقل من هالبلاد. واليوم جات دور على الفسقية وهي المعلم الباقي من 1000 سنة واللي قاعد يشهد في أهمال ممنهج. حاول بعض أبناء الجهة
التصدي له وإعادة الاعتبار للفسقية. ومثماش خير من بيت الشاعر عبد الكريم ابن فيضال القيرواني اللي يوصف نكبة القروان بعد غزوة بني هلال وقال: كيف قيروان حالك لما نثر البين سلكك المنظومة، كنت أم البلاد شرقا وغربا فمح الدهر وشيك المرقومة. شكرا سي مصطفى، بارك الله فيك. سي خالد، في كلمة قبل ما نختمه، هل نعيش زمن رثاء القيروان؟ هذا هو زمن رثاء القيروان. نعيش هو مع الأسف كانت القيروان منفردة بأن ترثى تو تونس كلها. ما بقى لي قبل ما نودعكم معناتها اني نشكر الحضور واللي شرفونا، سي طارق العلاني بارك الله فيك، سي خالد الشاعر القيرواني خالد العلاني شكرا على الحضور شرفتنا، سي مصطفى الفارسي ما بقى لي كان نودعكم على امل اللقاء بكم ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاربعاء مع مواضيع جديده، ونخليكم مع اغنيه لي فيروز اللي هي يا ليل الصبمة غدو، على فكرة هي شاعر معناتها شاعر القيرواني الحصري. تصبحون على محبة وإلى لقاء قريب. حياتي ثانية صحة جديدتكم، صحة جديدتكم كل نهار أربعة من 10:30 على الحياة فان. صحة جديدتكم.